بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين. Hello my students How are you today? All good. Great نبدأ الدرس لهذا اليوم. المرحلة هي المرحلة المتوسطة لصفوف التربية الفكرية الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول. المادة لغة إنجليزية وموضوع الدرس Numbers. from number 16 to 20 معكم إلهام الهويش. Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني. Our class rules is قوانين الصف هي looking eyes ننظر جيدا إلى الدرس listening ears آذاننا تصغي وتستمع إلى ما يقال quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه. Helping Hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم أيدي المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة. Listen to is numbers، الدرس الثاني بعنوان numbers. سبق وأن تناولنا هذا الدرس لمرات عديدة العام الماضي. من يتذكر ماذا تعني كلمة numbers؟ Number one Number two Number three Number four Great! أحسنتم، numbers تعني الأرقام والأعداد. وفي درس اليوم سوف نتعرف على هذه الأرقام باللغة الإنجليزية from, from number 16 to 20. لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس the main objective. After this lesson, my students will be able to count to number 20. مع انتهاء هذا الدرس، سيتمكن طلابي وطالباتي من العد حتى نمبر 20. في العام الماضي تناولنا الأعداد from number 1 to number 15. سوف نراجع هذه الأعداد بصورة سريعة ثم نستكمل ونتعرف على أعداد جديدة from number 16 وتعني 16 حتى 20 وتعني 20. Learning Objectives أهداف التدريس. After this class or this lesson, my students will be able to بعد انتهاء هذه الحصه سيتمكن طلابي وطالباتي من read and represent read and represent numbers from 16 to 20 قراءه واعاده تمثيل الاعداد من 16 حتى 20 باللغه الانجليزيه count 20 objects عد 20 عنصر باللغه الانجليزيه لنراجع معا الان الاعداد from number 1 to number 15 هذه الأعداد سبق وأن تعرفنا عليها خلال العام الماضي ونتعرف على الأعداد الجديدة. Let's start لنبدأ معاً. Repeat after me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 and, and 20 great job ما هي الاعداد الجديده في هذا الفصل الدراسي repeat after me 16 16 17 excellent 18 19 20 20 20، great job أحسنتم. Now let's count ماذا سنعد اليوم؟ سنقوم بعد المربعات التي تساعدنا أو تس أو نستطيع بها مساعدة القطة في الوصول إلى طعامها. نبدأ from number 16. ما هو العدد الذي يلي number 16؟

0، 0 تعني صفر. One more time: 16, 17, 18, 19, 20. ثم ماذا؟ تصل القطة إلى طعامها. شكراً لكم. يا طلابي رائعين. الآن نفتح الكتب، open the book, page 446.

Seventeen Eighteen Nineteen Twenty great job assentum one more time bisaut -a Ala 16 17 18 Nineteen Twenty 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 20 excellent practice number 2 التمرين Thani count and trace نعد ثم نكتب على النقاط let's start 1 2

16 16 Great job We have 16 drafts نكتب number sixteen على النقاط المجموعة التالية ماذا يوجد في هذه المجموعة؟ Camels جمال لنعدها معاً in English One Two Three Four Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. ما هو العدد الذي يلي number sixteen? It's seventeen. Great job! 17 camels. نكتب number 17. البقية ستكون homework. ماذا تعني homework؟ تعني واجب واجب منزلي. أحسنتم. Recommendations أو التوصيات. Do your Homework. نعد الواجب المنزلي Count the animals then trace the numbers نعد الحيوانات ثم نكتب على النقط العدد الصحيح Practice نتدرب كيف نتدرب على هذا الدرس من خلال ماذا نطق الاعداد بطريقه صحيحه محاوله قراءه الاعداد باللغه الانجليزيه وعد الاشياء والعناصر الموجودة من حولنا باللغة الإنجليزية. Be prepared for the next class. نستعد جيدا للدرس القادم. سنكمل هذا الدرس بإذن الله. And listen to an English language. لا ننسى الاستماع إلى اللغة الإنجليزية. درس اليوم all about the numbers حول الأعداد. تعرفنا عليها from number 16 to 20. 20 Great job! شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته